انا بالنسبه لي حسيت ان يعني اكيد لو يعني هم لو كنتوا بتعملوا ادفرتايزنج للبرودكت ده يبقى اكيد انتوا ضامنين هو هيشتغل. بس انا ما كنتش مصدقه ان هو هيشتغل في الون سكند اللي انتوا بتقولوا عليه. يعني انا كنت بص عليه قلت هو اكيد يعني محدش هيقول هو انا هبوظ الكمبيوتر وبعدين هشغله لك دلوقتي على طول او يعني هصلحه. بس اللي انا ما كنتش مصدقه ان فعلا وان سكند يعني الزرار مكتوب عليه وان سكند. انا قلت وان سكند بقى هيقعد معايا مثلا يقولوا دقيقه ويقولوا لا وان سكند اللي هو بسرعه. بس لا هو كان وان سكند هو كان يعني ما تتعدش. فده كان ده كان